الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الحضور الكريم، بداية لابد أن توجيه الشكر، فباسمي ونيابة عن باقي أعضاء الجنسي الصحفي الكنسي أتقدم بالشكر للسيد علي الزهري اللي وفرنا هذا الفضاء الجميل. وحقيقة فإنه فضاء جميل، لأول مرة أزور الفضاء، فنتمنى أن يكون هذا القدوم قدومنا فعل خير على هذا المكان الجميل، خصوصا بعد الركود الذي عرفه هذا القطاع طيلة سنتين وبسبب وباء كورونا كوفيد-19. فمرة أخرى شكرا لكم سي علي الزهري، ونتمنى أن نكون يعني فعل خير عن هذه القاعة. وأحسن وأخير ما يمكن البدء به هي آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الحاج حميد العسلاوي الرجل الطيب، مدير صديقي ومدير الوطني براس الورقية والإلكترونية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أدخلي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.